يعطيكم العافية. اليوم عندنا باقي تشكيلة الكولد ستيل راح نعرضها لكم من الأنصال الثابتة بالإضافة إلى العصي والفؤوس اللي وصلت. فراح نحاول نختصر بما أن تشكيلة جدا كبيرة ونعرض لكم كامل التشكيلة. بداية عندنا موديل الـ SRK متوفر بثلاث إصدارات مختلفة، طبعا كلهم راح يكونون بنفس المقبض، مقبض من الربل راح يكون ثابت أثناء الاستخدام ونفس قصة النصل. هذا الإصدار راح يكون بمعدن الـ VG10 سان مي، الإصدار الثاني راح يكون من معدن الـ SK5 وهو عبارة عن هاي كاربون ستيل، أما الإصدار الثالث راح يكون من معدن الـ 3V. فتقدرون تختارون ما بين هالثلاث معادن الموجودة على نفس الموديل، بالإضافة إلى سكينة الأوتدورزمن ردت توفرت بمعدن الفيجيتن سان مي، سكين ممتازة حق عدة استخدامات، هذا أول إصدار منها. ومن الفئة الاقتصادية توفرت الأوتدورزمن لايت، راح تكون بمعدن ستانلس ستيل 4116. كذلك بسكينة الووركرافت تانتو متوفرة بإصدار بمعدن سان مي، وعندنا الإصدار الاقتصادي بمعدن الستانلس ستيل 4034. وأيضا من الموديلات المميزة توفرت الماستر هنتر بمعدن 3V بالإضافة إلى AK-47 فيكس بليد بمعدن 3V ومقبض بلون الأودي جرين، والماستر تانتو أيضا بمعدن 3V. فهالمرة كثرنا من تشكيلة 3V من عدة إصدارات عساس تقدرون تختارون القصة اللي تناسبكم من معدن 3V. وأيضا من الموديلات المميزة عندنا سكينة للدروب فورجد هانتر، راح تكون من معدن هاي كاربون 5200، راح تكون معدن بالكامل مع جعاب من الكايدكس. سكينة التانتو لايت وهي الإصدار الاقتصادي من الماستر تانتو، راح تكون سكينة بمعدن ستانلس ستيل 4116. أيضا سكينة كوبون راح تكون موديل مميز بمعدن AOS 8A. وعندنا أيضا الـ SRK-C، هي موديل اقتصادي من الـ SRK، راح تكون سكين بنصل أسود من معدن الهاي كاربون الـ SK5. وعندنا الإصدار المميز من سكينة الماستر هنتر بمعدن الـ VG1 سان مي، صناعة يابانية. من أحدث إصدارات السكاكين بالأنصال الثابتة عندنا سكينة الريزر تيك، سكين بتصميم مميز من معدن الستانلس ستيل 4116، راح يكون متوفر منها حجمين، هذه 5 إنش وهذا إصدار 4 إنش، تقدرون تختارون ما بين هالحجمين، بالإضافة إلى هذه المجموعة من الأنصال الثابتة. بداية في عندنا البندلتون ميني هانتر، وبحجم أكبر عندنا بندلتون لايت هانتر. أيضا عندنا السكين المميزة الميني ليذر نيك، سكينة كيوتو تصميم مقبض مميز، سكينة السيكريت إيدج، وأيضا السبايك متوفرة بعدة إصدارات، هذا إصدار لدروب بوينت وأيضا إصدار التوكيو. وعندنا سكينة ميني تاك بقصة التانتو، ومن السكاكين بالحجم الصغير من الأنصال الثابتة عندنا السوبر إج، تنفع تخليها مع المفاتيح أو على الجنطة بسبب حجمها الصغير، والسكين راح تكون سيريتد فراح تفيدك بتقطيع الأحبال على سبيل المثال بأي مكان. ردينا وفرنا أيضا سكينة الروتش بيلي بالإضافة إلى البيس ميكر بحجم 2 وأيضا البيس ميكر 3. آخر سكين عندنا من الأنصال الثابتة هي سكين الفن بير،
راح تتميز بشكل المقبض، راح يكون جدا مريح بالاستخدام، بالإضافة أن كامل التشكيلة اللي قدامكم راح تكون من معادن الستانلس ستيل مختلفة، بعضهم الـ 4116 وبعضهم من معادن الستانلس ستيل الـ AOS. وبالنسبة للفؤوس توفر 10 موديلات، هذه الموديلات اللي حاليا متوفرين عندي. للأسف ما راح نقدر نوضح الفروقات ما بينهم، لكن بعضهم راح يكونون بمقابض خشب بأحجام مختلفة بقصات مختلفة، وأيضا بعضهم راح يكونون بهذا التصميم المختلف مع جعاب من الكايدكس تقدرون تستفيدون منهم أو تعلقونهم بالسيارة على سبيل المثال، بالإضافة إلى الشبل الموجود من شركة كومستيل. فالتشكيلة راح تكون كاملة ومتوفرة بالأفرع، بالإضافة للأونلاين تقدرون تشوفونها بالكامل. حاليا بننتقل معاكم إلى آخر مجموعة، وهي مجموعة العصي من كولد ستيل. بخصوص تشكيلة العصي من كولد ستيل، توفرت أغلب التشكيلة بداية بالووك أباوت ووكينج ستيك لدراغون واللاكي دراغون، بالإضافة إلى الـ 1911 بيستول سيتي ستيك، وأيضا عندنا البلاك ثورن بالحجم الصغير، الآيرش والبلاك ثورن بأكبر حجم، مع الخمس أحجام من عصي البيسبول من شركة كولد ستيل. التشكيلة كاملة حاليا متوفرة بالفرعين سواء بالشويخ أو أسواق الجرين. بحط لكم لينك بعد هذا الفيديو للي حاب يطلب، أو تزورون الأفرع وتحصلون كامل التشكيلة متوفرة عندنا. حياكم الله.